ابن يعصب البنت فأكثر، ابن الابن بنت الابن فأكثر، أخ شقيق يعصب أخت شقيقه فأكثر، أخ لأب يعصب أخت لأب فأكثر. نعم، أصحاب النسب عند الزوج طبعا. نعم. وبنت لابن بابن لابن الذي نزل ما لم تكن أهلا لفرض قد حصل. نعم. والثالث الأخت لغير أمي مع بنت أو أكثر يا ذا الفهم. والأخوات شقيقات أو لأب مع البنات، مع البنات وبنات الابن عصبات. نعم. ومع بنت لابن ثم العصب جميع من أدلى به منحجب. نعم. قال رحمه الله: باب الحجب. لا داعي لأن نأخذ الحجب، لأن إذا عرفت الشروط اللي يرث يرث واللي لا يرث صفر وانتهى الأمر. فالحجب واضح من الدرس السابق. مثال: عندنا بنت وابن وأخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق وعم لأب وابن عم شقيق وابن عم لأب، من اللي يرث؟ الابن والبنت، والبقية ليس لهم شيء. فأنت إذا تطبق الشروط باب الحجب هذا لا داعي. فالحجب عندهم إما حجب حرمان أو حجب نقصان. في أناس ما يمكن يخرجوا بلا شيء، يدخلوا ويرثوا. لابد الزوج الزوجة الأب والأم الابن والبنت، هؤلاء لابد من الإرث، مفهوم؟ تمام. فهؤلاء ممكن يكون لديهم حجب نقصان. الزوج يأخذ النصف الأصل، لكن قد يحجب حجب نقصان إلى الربع بالفرع الوارد. تمام. أما حجب الحرمان، ابن الابن يحجب بمن؟ بالابن، مفهوم؟ نعم. يقول: الجدة تحجب بمن؟ بالأم، والجد بالأب، وابن الابن بالابن. تمام. والأخ لأم يحجب بستة، بالفرع الوارث والأصل الوارث من الذكور. والأخ الشقيق والأخ لأب يحجب بالأب وبالجد على قول، وبالفرع الوارث لا شك، مفهوم؟ نعم. يحجب بأربعة، يعني الشقيق والأب والأم يحجب بستة. نعم. الفرع الوارث أربعة والأصل الوارث من الذكور أب وجد، المجموع ستة. نعم. قال رحمه الله: باب الحجب. وكل جد بأب ينحجب، وكل جدة بأم تحجب. ذكرنا. وكل ابن ابن بالابن فاحجبي، والأخ والأخت بذين والأبي. نعم، ذكرنا أن الأخوة الأشقاء والأخوة لأب يحجبون بالفرع الوارث من الذكور، وكذلك بالأب، وكذلك بالجد على قول. نعم، انتهينا. باقي معنا الأخوة لأم يحجبون بستة، فرع الوارث أربعة، أصل الوارث من الذكور. نعم. وولد الأم ببنت فضلا، وبنت الابن وبجد من خلا. ستة. نعم. وبنت الابن بابنتين تحجب، إلا مع ابن ابن لها يعصب. الآن قلنا في أصحاب السدس بنت الابن فأكثر تأخذ السدس عند وجود بنت واحدة لها النصف وعدم المعصب. بنات، المسألة فيها بنات وبنت ابن، البنات أخذنا الثلثين، الفرض انتهى الثلثين، ليس لها شيء إلا إذا جاء معصب لها، يسموه هنا القريب المبارك، جاء هذا وجعلها ترث، مفهوم؟ كذلك أخوات شقيقات وأخت لأب، أخوات شقيقات الثلثين، أخت لأب ليس لها فرض، إذا جاء لها قريب مبارك وهو الأخ لأب ورثها، مفهوم؟ هذا اللي يقول. نعم. قال رحمه الله: عندهم قريب مبارك وعندهم قريب مشؤوم. الشريعة ليس فيها شؤم، التشاؤم هو التطير، فما عندنا شؤم، لكن هم اصطلحوا على هذا، لكن عندنا في العقيدة ما يمكن يقال هذا، فأحسن أن نترك هذا، ما نقول قريب مشؤوم، نقول هذا الذي فرض الله وهذا ليس له شيء وانتهى الأمر، مفهوم؟ نعم. مثال القريب المشؤوم عندهم، يقول مثلا مسألة فيها زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، الزوج له النصف، أخت شقيقة لها النصف، أخت لأب لها السدس، هذه مسألة تعود. لو جاء أخ لأب انتهت المسألة، الزوج والأخت الشقيقة نصف ونصف، وهذا يقال هنا هم يقولوا عنه قريب
مشؤوم. لا يا أخي، هذا الذي قدر الله صح، والله لا يقدر سبحانه وتعالى إلا خير. كيف تقول مشؤوم؟ ممكن تقول قريب مبارك، ما في إشكال. نعم. قال رحمه الله: وبشقيقتين أخت لأبي مفردة عن الأخ المعصب. نعم، يعني الأخ لأب. نعم. قال رحمه الله: باب المشركة. المشركة المشتركة الحجرية الحمارية العمرية اليمية، لها أسماء. وإن تجد زوجا وأما ورثا، إذن المسألة فيها زوج وأم وجمع من الإخوة لأم وأخ شقيق، فأكثر ذكر، لابد ذكر هنا لا أنثى، ذكر معه أنثى لا إشكال. المهم هذه صورة المشركة المشتركة، زوج لا زوجة، أم لا جدة أو جدة، جدة لا إشكال، صح؟ في المشركة أم أو جدة صاحبة سدس، وجمع من الإخوة لأم وأخ شقيق فأكثر، سواء معه إناث أو لا أو ذكور، ما في إشكال. المسألة زوج له النصف، أم أو جدة سدس، جمع من الإخوة لأم ثلث، المسألة من ستة، النصف ثلاثة للزوج، والأم لها السدس واحد أو الجدة، واثنين الثلث للجمع من الإخوة لأم، الإخوة الأشقاء صفر، باقي لم يبقى شيء. في العام الأول من خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قسم على هذا، والإخوة الأشقاء حجبوا وذهبوا. في العام الثاني جاء مثل هذه المسألة، زوج وأم أو جدة وجمع من الإخوة لأم وأخ شقيق فأكثر. فعندما أراد أمير المؤمنين رضي الله عنه حجب الإخوة الأشقاء اعترضوا على أمير المؤمنين، من أقرب للميت، من الأشقاء أو لأم؟ الشقيق أقرب أو لأم؟ الشقيق. فقالوا: يا أمير المؤمنين، هب، يعني افترض، هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، يعني غير موجود، إلغي الأب، الأب يبعدنا عن الإرث والأم تقربنا الإرث، إلغي الأب، هب أن أبانا أكرمكم الله حمارا، قالوا اعتبروا ليس بآدمي، المهم نرث. ولهذا تسمى الحجرية والحمارية والعمرية والمشركة والمشتركة. فاستحسن ذلك أمير المؤمنين رضي الله عنه وجعلهم شركاء، لكن شركاء أصبحون إيش؟ إخوة لأم الأشقاء، الذكر كالأنثى، مفهوم؟ لكن اعتبر جاءتنا المسألة فيها زوج وأم أو جدة وجمع من إخوة لأم أخت شقيقة، هنا أخت شقيقة إيش تأخذ؟ إيش تأخذ؟ نصف، هذه ليست مشركة. ثلاث أخوات شقيقات، ثلثين عول، زوج أم أو جدة جمع من أخوة لأم أخ لأب، لو ألغينا قرابة الأب صار غير وارث أصلا، صح؟ إذن صورة المسألة زوج لا زوجة، أم أو جدة لا إشكال، جمع من الإخوة لأم، لأنه جانا أخ لأم واحد أخذ السدس، يبقى للإخوة الأشقاء واحد وهو السدس الباقي، تمام، وأخ شقيق فأكثر. هذه المسألة قالوا هذا لم يثبت عن عمر رضي الله عنه. ثم قالوا أيضا، قلنا في العام الأول لم يورث الأشقاء، في العام الثاني في المسألة الثانية ورث الأشقاء، رجعوا الذين في العام الأول، رجعوا عندما سمعوا أن أمير المؤمنين أعطى هؤلاء، رجعوا على عمر رضي الله عنه وقال أعطينا كما أعطيت هؤلاء، قال ذاك بما قضينا وهذا بما نقضي، والاجتهاد لا يناقض الاجتهاد، هذا قاعدة عند الأصوليين. المهم هذه القصة لم تثبت. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض لأهلها، فما بقي، لم يبق شيء للأشقاء، فلأولى رجل ذكر، أقرب أبعد ليس لنا علاقة، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: باب المشركة. نعم. وإن مع الزوج وأم تصبي أولاد أم مع شقيق عصبي، فاجعله مع أولاد أم شركة،
واقسم على الجميع ثلث التركة. نعم، فهذه هي المسألة المشتركة أو المشركة أو الحجرية أو الحمارية أو اليمية أو العمرية، عمرية واحدة. نعم. قال رحمه الله: باب ميراث الجد والإخوة. هذا الباب إخواننا خلاف طويل بين العلماء، يرث لا يرث، كيف يرث، أمور تقسيمات. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن هذا التفصيل يعني فيه إشكال، تارة ثلث وتارة سدس وتارة ثلث الباقي وتارة مقاسم وتارة، فيقول هذا فيه إشارة إلى تضعيف هذا القول. والأبجد، وهذا صريح القرآن، ملة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو جد ومريح جدا للفرضيين، اجعل الجد أب يحجب كل الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، ترتاح. هذا أول ما تبدأ في الدراسة، دراسة الفرائض، تمشي على هذا الطريقة حتى تضبط العلم. بعد هذا تعال وارجع للجد والإخوة، لا إشكال، حتى لا، لأن كثير من الطلاب يقف هنا ويترك الفرائض. لا، اجعل الجد أب يحجب كل الإخوة حتى تنتهي من الفرائض، ثم ارجع. لماذا ترجع؟ لأنه ممكن تأتيك مسألة يعني مقسمة من سنين على مذهب الجد والإخوة، على توريث الجد مع الإخوة، ايش تصنع؟ تقول لا أعرف. كيف ترد على المخالف؟ ممكن المخالف يقول لا، تقول أنا لا أعرف هذا، إذن ما تستطيع ترد عليه، لكن تقول عندكم إشكال في كذا وفي كذا وفي كذا، أنا أعرف هذه المسألة وأعرف القسمة، وهذا الدليل على أو التعليل على يعني رجحان هذا الكلام، مفهوم؟ نعم. لكن بعد الدراسة، الآن إحنا نمشي على أن الجد إيش؟ كلام. يحجب كل الإخوة أشقاء لأب أو لأم. نعم. قال رحمه الله: باب ميراث الجد والإخوة. أحوال جد من أب مع إخوتي لغير أم خمسة بالعدة. نعم. يقاسم هو وعلى قسمين، مع أصحاب الفروض ودون أصحاب الفروض، مفهوم؟ نعم. يقاسم الإخوة إن فرض فقد أو يأخذ، هذا القسم الأول دون أصحاب الفروض. يقاسم الإخوة إن فرض فقد أو يأخذ الثلث إن الثلث يزد. نعم، دون أصحاب الفروض إما المقاسمة أو ثلث المال. وننظر لمن إحنا في جانب من؟ في جانب الجد طبعا. نعم. وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذه. مع أصحاب الفروض إما يأخذ ثلث الباقي، هناك كان يأخذ ثلث المال، ثلث الباقي أو المقاسمة بشرط لا يقل عن السدس. إذن كم حالة مع أصحاب الفروض؟ ثلاثة. ننظر لها للجد أحسن الثلاثة أشياء: سدس كل التركة، ثلث الباقي، المقاسمة. نعم. وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذ أو سدس المال وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث. هذه المسألة تسمى بالمعادة، تسمى بالمعادة. المعادة يعد، يقول ستأتي المعادة. ها؟ هذه المعادة ستأتي، تأتي ما هو مشكلة. فين تأتي؟ بعد هذا. طيب، المعادة يعد الإخوة على الجد، ولا يقال للجد هؤلاء أشقاء أو لأب، مفهوم؟ لا يقال للجد هؤلاء أشقاء أو لأب، ويعد على الجد. نعم. قال قال: أو سدس المال وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث. نعم. إلا مع الأم فلا تنحجب به، بل الثلث لها مرتبه. نعم نعم، يعد الأخ، صحيح. نعم. غير المعد. نعم، يعني هو كالأخ، هذا كالأخ، يعني يعد كالأخ، يحسب كأنه ذكر. نعم. قال رحمه الله: فصل في المعادة. واحسب عليه ابن أنا أب. ما عندي هذه الصفحة المعادة أصلا، موجودة؟ ها؟ بعدها؟ أي نعم. طيب، قال رحمه الله: فصل في المعادة. واحسب المعادة هو أن نعد الإخوة على الجد، ما نقول له هؤلاء أشقاء أو لأب، لا، نقول هؤلاء إخوة ونعدهم عليه، وبعد أن يأخذ الجد نقسم
كأن المسألة كأن لم يكن فيها جد. الأشقاء مثلا إذا كانوا ذكور يحجب الأب، إذا الشقيقة تأخذ النصف الباقي له، يعني إشكال كبير. نعم. واحسب عليه ابن أب إن وجد فأعطي سهمه الشقيق أبدا. نعم. قال رحمه الله: باب الأكدرية. الأكدرية قال: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. الكدرة يعني شيء لا أهدم ولا هو أكرمكم الله يعني بول متغير، فيجينا الشيخ سعيد اليوم قال والله اليوم أنا تراني متكدر شوية، يعني ها تغير يعني شوية ما نصاف المزاج، وقال سميت بالأكدرية لأنها كدرت على زيد رضي الله عنها المذهب، سمى أكدرية. صورة الأكدرية: زوج لا زوج، أم لا جدة صاحبة ثلث، وجد وأخت شقيقة أو لأب، هذه صورة الأكدرية تحفظ. زوج لا زوج، أم لا جدة صاحبة ثلث، وجد وأخت شقيقة. كان المفروض نعطي الزوج النصف والأم الثلث، ستة، ثلاثة للزوج اثنين للأم، يبقى واحد يأخذ الجد، صح؟ وقلنا السدس أقل حالة للجد مع أصحاب الفروض، أخذ السدس وانتهت المسألة. قال لا، إذا مع في المسألة أخت شقيقة أو لأب تصبح أكدرية تكدر على المذهب، والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها. كملها من؟ الآن جاء معنا جد، ذكر من؟ الأخت الشقيقة. زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحي، أي يا صاحبي، ترخيم، ترخيما نحذف آخر المنادى كيا سعافي من دعا سعادة. تعرف يا صاحبي الأكدرية، وهي بأن تعرفها حريم، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول. سبحان الله، كيف نعطيها النصف؟ قال اعطيها النصف. تعطيها النصف، ستة وثلاثة كم؟ تسعة، عالت المسألة. ثم بعد هذا يعودان المقاسم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا تصح أبدا. طيب، ويعايا بها، ويعايا بها ايش يعني؟ يلغز بها. يقول يقال ماتت امرأة وتركت أربعة من الورثة، أخذ الأول ثلث التركة، والثاني ثلث الباقي، والثالث أخذ ثلث باقي الباقي، والرابع أخذ الباقي. مسألتنا قلنا الأولى من كم؟ من تسعة، ثلاثة للزوج وثلاثة للأخت الشقيقة واثنين للأم واحد للجد، صح؟ تمام، تسعة. ثم بعد هذا قال نريد نجعل الجد يقاسم الأخت الشقيقة أو لأب. مجموع السهام للجد والأخ لأب كم؟ واحد السدس وثلاثة الأخت الشقيقة، المجموع كم؟ أربعة. أربعة ما تنقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن لابد نضرب المسألة في كم؟ في ثلاثة رؤوسهم، الجد مع الأخت الشقيقة، الجد سهمين والأخت الشقيقة سهم أو لأب. نضرب إذن التسعة في كم؟ في ثلاثة، صارت من كم المسألة؟ 27. الزوج أخذ ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، والأم أخذ اثنين، اثنين في ثلاثة ستة، يبقى معنا أربعة في ثلاثة اثنى عشر. قسم للذكر مثل حظ الأنثيين، الجد يأخذ ثمانية والأخت الشقيقة أو الأب تأخذ أربعة، انتهينا. طيب المسألتنا من كم إذن الآن؟ 27. ثلث 27 كم؟ تسعة. تسعة أخذوا من؟ الزوج. إذن الأول أخذ ثلث التركة، هذا للزوج، يبقى معنا من 27 كم إذا أخذنا تسعة؟ 18. تمام، 18 ثلثها ستة، أخذته الأم. تمام، إذا أخذنا من 18 ستة، يبقى معنا كم؟ 12 ثلثها أربعة، أخذته الأخت الشقيقة أو الأب. الباقي كم؟ أخذ الجد. الأول أخذ الثلث، والثاني أخذ ثلث الباقي، والثالث أخذ ثلث باقي الباقي، والرابع أخذ الباقي. مفهوم؟ لغز، وش أصنع؟ نعم. قال رحمه الله: باب الأكدرية. الأكدرية
قلنا سميت بهذا الاسم لأن كدرت على زيد رضي الله عنه المذهب، غيرت المذهب وإشكال وباطلة عقلا ونقلا. نعم. قال رحمه الله: لا فرض مع جد لأخت أولا إلا إذا أم وزوج حصلا. أم صاحبة ثلث لا جدة. نعم. فافرض له السدس والنصف لها حتى لتسعة يكون عولها. إذا كانت من ستة وعالت إلى تسعة. نعم. وأعطه بالقسمة الشرعية كما مضى فهي الأكدرية. نعم. قال رحمه الله: والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب الحساب وأصول المسائل والعول. الحساب ليس الحساب الحساب جمع والطرح وكذا، لا، هنا الحساب يراد به حساب مسائل الفرائض، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: وللحساب إن ترم محصلا فاستخرج السبع الأصول أولا. اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرين. نعم. ولا تكن عن حفظها بذاهلي. نعم. فإنها قسمان يا خليل ثلاثة منها التي تعول. نعم. طيب، الخلة هي خالص المحبة، قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. عندنا الآن أصول المسائل كم؟ سبعة، اثنين ثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرين، ثلاث منها تعود، ستة والاثنى عشر أربعة وعشرين. قال: إن كثرت فروضها تعود. انتبه معي، الستة اللي نخرج من الستة أكثر منها، الستة نخرج منها النصف كم؟ ثلاثة، والثلث اثنين، هذه خمسة، والثلثان أربعة، أربعة وخمسة تسعة، زادت على الستة إذن تعود. لكن تعال الأربعة، الأربعة فيها الربع واحد والنصف اثنين، المجموع ثلاثة وهي أربعة ما تعود. تعال الثمانية، الثمانية فيها النصف أربعة والربع اثنين والثمن واحد، كم وصلنا؟ سبعة، إذا ما تعود. خلاص، إن كثرت فروضها أو فروعها قلت تعود. إذن عندنا تعود الستة أربع مرات على التوالي إلى السبعة والثمانية والتسعة والعشر. خلاص. طيب، والاثنى عشر تعول ثلاث مرات بالعدد الفردي، ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، انتهينا. يبقى معنا الأربع وعشرين تعول مرة واحدة إلى السبع وعشرين، وتسمى بالبخيلة. ليش؟ لماذا ما تسمي الاثنين والثلاث الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية بالبخلاء؟ ولماذا سموا هنا الأربع وعشرين بخيلة؟ قالوا: لأنها رافقت الكرام. الستة عالت أربع مرات والاثنى عشر ثلاث مرات، فرافقتهم وعالت مرة فهي بخيلة، مفهوم؟ وتسمى عندهم أسماء، هنا أسماء لبعض المسائل. الستة إذا عالت إلى العشرة يسميها البعض، عندهم بعض المسائل معروفة لها أسماء، تسمى أم الفروخ. أم يعني فرخت، فرخت مثل ما تفرخ الدجاجة، فرخت حتى الستة حتى وصلت إلى عشرة، وتسمى أم الفروج بعض المسائل عندهم هنا. وتسمى عندهم السبع وعشرين، الأربع وعشرين إذا عالت للسبع وعشرين عندهم مسألة تسمى المنبرية، لأنهم قالوا أن علي رضي الله عنه كان يخطب على المنبر قائلا: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة. فعندما وصل هنا قام رجل وقال: يا أمير المؤمنين، مسألة فيها زوجة وبنتان وأبوان، ما نصيب الزوجة؟ لم يتوقف علي رضي الله عنه وأكمل على القافية يعطيك العافية، يعني على السجن، قال: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة. صار ثمن الزوجة تسعة، لأن كانت تأخذ ثلاثة من أربع وعشرين، هذا الثمن، فالعول أخذ الثلاثة من سبع وعشرين هو التسع. قال: صار ثمن الزوجة تسعة، حل المسألة وانتهى وكمل على القافية، مفهوم؟ ولا يصح. نعم.
شمل منبرية. نعم. قال رحمه الله: فإنها قسمان يا خليل، ثلاثة منها التي تعول، فالست للسدس مخرجا ترى، وضعفها للربع مع ثلث جرى. نعم. أو سدس وضعف ضعفها أتى، مخرج سدس مع ثمن يا فتى. أخذنا بالأمس قلنا مسألة فيها ثلث وربع من 12، صح؟ ثمن وسدس من 24. نعم. وقلنا إذا تعبت اجعل أي مسألة فيها فروض من 24 ثم بعد هذا اختصرها. نعم. فهذه العول عليها يدخل إن كثرت فروضها يا رجل. نعم.